من الدمام مع الدكتور عبد العزيز المطوع أستاذ الإرشاد النفسي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عبد العزيز. في طرحين هنا، يعني ثمت من يقول بأنه هذا ضروري وثمت من يقول بأنه الأمر مبالغ به قليلا، ما تعليقكم؟ السلام عليكم، مساء الخير للجميع. وعليكم السلام. أشكر قناة الآن على إتاحة الفرصة. حقيقة الموضوع موضوع شيق وموضوع حيوي وهو موضوع العصر هذا. أما بالنسبة لما تفضلتي فيه، حقيقة ألعاب الفيديو جيمز أو ألعاب الإلكترونية، هناك دراسات يعني كما تفضلتي أنه ممكن أن تنشط العقل، ممكن أن يعني تعيد التآزر وما إلى ذلك، وأيضا الدراسات الأخرى تقول العكس. لكنه تعالي نشوف بالضبط ما هي سمة هذا العصر اليوم. لو أتينا إلى الأكل، ما هي سمة الآن الناس في الأكل؟ أعتقد أنه الإفراط في الأكل أدى إلى السمنة، أليس كذلك؟ طيب السمنة ماذا أفرزت؟ أفرزت أمراض العصر، الكوليسترول، السكر، الضغط، الشرايين، مشاكل كثيرة جدا. كذلك ايضا موضوع الفيديو جيمز مع الاطفال بالذات، اعتقد انها مشكله. يعني الدراسات التي يعني اشارت الى انها تكون منشطه لما ذكرنا، هي ان تكون يعني من نص ساعه الى ساعه الى ربع، طبعا حسب العمر. طيب، يعني هذه نقطة مهمة، وأيضا ما ذكرته في البداية دكتور عبد العزيز نقطة مهمة، قلت في بعض الألعاب تنشط الذاكرة، وبالتقرير ورد وفق ما حكي يعني وبرر عن انه منظمه الصحه العالميه هي ما زالت تدرس، يعني طبعا الادراج باضطراب الالعاب كاحد الاضطرابات العقليه، كيف سيتم التعامل معه؟ الى اي درجه سيكون فضفاضا الموضوع، يعني لا يمكن السيطره عليه؟ كيف سيتم التمييز بين في العاب تنشط الذاكره وفي العاب كما ورد في التقرير تؤثر سلبا في موضوع الذاكرة، تؤثر سلبا في نمو الدماغ، كيف سيتم التمييز؟ والنقطة أيضا الأخيرة التي ذكرتها دكتور عبد العزيز، أنه في عدد الساعات أيضا يؤثر، يعني في عدد ساعات معينة، وقت معين، نص ساعة يمكن لن يكون سيئا. بالضبط، هناك أيضا يعني هي الجمعية الأمريكية اللي بطب الأطفال أيضا يعني قبل تقريبا يمكن 4 أيام كان لها يعني منشور في هذا الموضوع أيضا، انه يعني حسب عمر الطفل الساعات او الدقائق التي يقضيها على الالعاب. لكن هي المشكله ليست هنا، المشكله في انه نفاد صبر الاباء والامهات وعدم التحمل، عدم تحمل التربيه، وبالتالي هما يريدون ان يتخلصوا من صراخ الطفل او الرغبات، وبالتالي باسرع شيء ما هو انه تعطيه الايباد او تعطيه الايفون حقه وخلاص وننتهي. هذه اعتقد انها مشكله كبيره جدا جدا، هذه لا مسؤوليه. وبالتالي ايضا انا من هذا المكان ويا ليت يعني نكون مسموعين، انه من يمارس هذا على الاطفال هو ابيوز او هو ايذاء للطفل اصلا. يعني الام والاب هم قاعدين يعني يؤذون اطفالهم من حيث لا يعلمون، هذه مشكله، وان كانوا يعلمون المشكله اكبر بذلك. لذلك يعني انا اعتقد انه يجب حقيقه ان يكون هناك نظام في البيت. اذا البيت ما في نظام، اذا هذه مشكله. الجانب الاخر ايضا بالنسبة للعالم الافتراضي، من الذي يعيش في العالم الافتراضي؟ هذا السؤال أيضا يطرح من خلال دراسات لي. أنا عندي مشروع كامل في موضوع الديجيتال، سواء على تويتر أو على الواتساب وما إلى ذلك. تبين أنه في ناس أصلا عندهم يعني هم قابلين للمرض النفسي أصلا، فبالتالي هي بيئة خصبة جدا جدا. نعم. أنه يجد نفسه فيها بحيث أنه لا أحد يراه، يستطيع أن يعبر عن مكنوناته، يعبر عن ذاته، يعبر عن بالطريقة التي يريده. يعني التي يريده. نعم. باختصار أهم نقطتين، بأنه يجب مراقبة على الأقل من ضمن بالمنزل بمسؤولي الأطفال موضوع نوعية الألعاب والوقت المستغرق عليها، أولياء الأمور يعني. بالضبط بالضبط. كلمتين أنا أبغى أقولها بس. تفضل. يا أيتها الأم، يا أيها الأب، إذا أنت تبغى ترتاح من ابنك في الفترة هذه مدة يعني يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، ستشقى فيه بأنك ستذهب فيه للمستشفيات بعد ما يكبر. نعم. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة، أعذرني على المقاطعة. من الدمام دكتور عبد العزيز مطوع أستاذ الإرشاد النفسي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.